دلوقتي واحنا بنبص كده هنا في واحد بيقول يا جماعه في شنطه هنا اترمت هنا اهيت ماشي وفيها ايه ما نعرفش. نبص عليها كده لقينا ايه الشنطه ديت في ثلاث شنط. نفتح الشنطه ديت لقينا شكاره جوه جواها شنطه جواها شنطه جواها بطرمان البطرمان دوت ماشي. طلع ننزل ايدين كده في ايه تليفون صغير كده ماشي. فطبعا احنا مطلبين الشرطه جت على طول ماشي. انا في الطريق انا هنا انا هنا مدير المحطه هنا في الطريق انا هنا على طول ماشي. وهم بتوع المرور اخروا الناحيه الثانيه وحولنا الطريق الناحيه الثانيه. جبت بتوع مفرقعات جابوا الجهاز بتاعهم وفركوه ماشي. بس بعد كده نبص كده ايه لقينا فيها فتيل واللهم صل على النبي بتاع دوت رمل حاجه زي كده يعني. شفتوش مين اللي رماها؟ لا احنا لو كنا شفناهم كنا هنسيبه يعني. واحد هيأذي الناس دي كلها هنسيبه مش هنسيبه طبعا. اللي جاي لي الحق بسرعه في الشنطه على اليمين ماشي. تعال نطلع على الشنطه ما تقدرش تقرب منها. في واحد فاتح الشنطه دي فاتح الشنطتين تمام الفتحه كده فاتح الشنطتين تمام. فانا بعدت الناس ووقفت الطريق قفلت جميع الطرق الجيزه بحالها. قفلت الطرق بحالها في الجيزه ويجرحها الزبط معايا جه والحلقه جت واسم الجيزه جه والمديريه جت والمفرقعات جت فاهم ازاي؟ وبعد كده اكتشف ان هي موجوده فعلا. طب انت كان الدور الامن بتاعك برضه اما انت الدور الامن اللي انا بحجز الناس بعيد بحجز الناس بعيد وبقفل الطريق وحولنا الطريق كله يعني الجامعه حولناها على الجامعه ثاني ومراد على مراد ثاني وفيصل برضه واي عربيه وقفلنا داخل عليها وقفلنا الدنيا بحالها وبعد كده كلها وبعد كده رجعنا الناس لحد الفرقعات ما وصلت وظرف ثلاث دقايق بالظبط. احنا شايفين الموقف والجراح حسبها مكانها والحمد لله ما حصلش اي حاجه. مدى الحالات الدكتور يعني مثلا انتوا قطعتوا الطريق ولا حاولتوا تمشوا الطريق يعني؟ احنا كنا في ما ينفعش تسيب الطريق لان هي الناس كانت جنب الطريق يعني ما ينفعش تسيب الطريق جنب الطريق على طول. قفلت الطريق ده كاجراء امن مثلا عشان مفيش حاجه تحصل لحد يتضرر تحس ان هي لو ما حدش استحقها وحصل لا قدر الله حاجه تواصل حضرتك مع الاداره مثلا انت تابع ليها او طبعا الاداره كلها والضباط بالظبط اللي كان راكب الونش جه محمد ده احسن برضه جه ونفس بعد ما تم يا فندم تفكيك القنبله ايه اللي تم من قبل خبراء المفرقعات واجهزه الحمايه المدنيه؟ بعد ما فكيت معاهم جهاز كده من بعيد من على بعد مثلا 6 متر ومشي كده بالجنب والجهاز بيتصل على قنبله وفجرها مكانها. قاموا بتمشيط المنطقه بعد ما فكرت بالظبط كده بالظبط كده.